السلام عليكم ورحمة الله، تنتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله عندي غنشارك معاكم واحد الفطائر أو بوشيار ولا شيار، تيجي أكثر من رائع، ساهلين، تحضروهم الكوتي أو الفطور العيد، أحسن من الشفنج بزاف بزاف. تنتمنى جربوهم ويعجبوكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم. بقوا مع المقادير وطريقة التحضير. بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنايا فواحد القصريه غندير واحد 3 زلايف ديال الدقيق الفينو، ما غنديرش فيه كاع الدقيق الابيض، غيجي صحي وبنين ورطب. كما شفتوا معايا درت زلافه جوج زلايف، ودابا الزلافه الثالثه غربلتهم. غنخلط ونضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ممكن ديروا اكثر الا كان الحال بارد. وغنضيف واحد نص معلقه كبيره ديال الملحه ونص معلقه صغيره ديال السنيده، درتها في الغصت. صافي غندوز باش نعجنو. غنعجنو بالماء دافي، غنعجنو بحال العجينه ديال الخبز. غندير الماء بشويه بشويه، ما ديروش في مره، نعجنوها بشويه بشويه، وممكن ديروها في العجانه. وغنحاول نعبر معكم الماء. بالنسبه للماء انا راه درت هذا الكاس الاول وضفت الكاس الثاني. كما شفتوا معايا تندخل داك الدقيق العجين ونعجن. في نفس الوقت تندلكها واحد شويه، واحد العجينه اللي تتجي رائعه وسهله دغيا تتوجد. تحضروها لضيوفكم ولعائلاتكم. كما شفتوا معايا نحاول باش ندلكها، دلك اللي يكون خفيف ماشي كثير. هنايا راه دخلت هذيك الكميه ديال الماء، تندلكها بجوج يدين على هذا الشكل. هذا القوام ديالها تيكون خفيف كما تتشوفوا. غير تنهز العجينه بحال تنخبطها شويه بحال عجينه الشفنج. صافي غنستمر انا بهذه الكيفيه حتى تشرب داك الماء اللي دخلت فيها. كما تتشوفوا العجين راه خفيفه بعد ما ساليتها. دابا غنديرها واحد الاناء اللي سبق ليا ودرت فيه واحد شويه ديال الزيت. صافي غنخلي العجين ديالي تختمر. كما شفتوا القوام ديال العجين تيكون خفيف، في نفس الوقت ما تيلتصقش في اليدين. صافي دابا غنديرها في هذاك الاناء كما قلت لكم، ونغطي عليها ونخليها تختمر على خاطرها. الا بغيتو تحضروه ديروه في الصباح وخليوه حتى للعشيه وطيبوه، ولا ديروه بالليل نقصوا الخميره وفي الصباح تفطروا به. هنايا خدات ليا كاس ونص من هذا الحجم ديال هذا الكاس، هذا كاس ونص اللي دخل ديال الماء. صافي بعد ما اختمرت العجين كما شفتوا، عجينه اللي تتكون خفيفه. صافي هنايا درت واحد شويه ديال الزيت في يدي وبديت غنشكل هذيك العجين. هنايا خديت واحد الصينيه وغنبدا نشكل العجين. بالنسبه للحجم ديال الكويرات على حسب الرغبه ديالكم، نتوما بغيتوهم صغار ولا كبار. انا درت متوسطين على هذا الشكل. هذا غنكور العجين ديالي كامله كما شفتوا بالسيعانه بالزيت، والمقله راه درتها سخن. كما شفتوا العجين ارتاحت. صافي دابا غنبدا نشكل هذيك العجين. خديت هنايا الكاغيط ديال الفرن كما شفتوا، دهنته شويه بالزيت، وغنبدا نبسط العجين بالاستعانه بالزيت على الشكل هذا. العجينه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه، متوسطه. صافي درتها هنايا فوق الصينيه فوق المقله بعد ما سخنات عفوا. كما شفتوا غنخليها حتى دير هذوك الفقاعات على نار متوسطه، عاد نقلبها على هذا الشكل. شوفوا الفقاعات، مي شوفوا هذه الفقاعات عرفوا ان العجينه ديالكم ناجحه. ما تجهدوش عليه النار باش ما يتحرقش لكم وتخطف.
صافي غنستمر انا يعني، نبقى نحركها من هنا لهنا وندورها باش تطيب ليا من جميع الجهات، وندوز باش نبسط واحدة اخرى كما شفتو. تندهنها من الزيت من الفوق وترميها في المقلة، تجي ساهله هاد الطريقه بلا ما تحتاجوا تبقاو تهزوها تعواج ليكم ولا شي حاجه. هنايا العواج تي شويه تتقادوها كما شفتوا، الشيار تيجي بحال الشفنج هو منه. كنتمنىكم تجربوه وينجح معاكم كما شفتوا معايا. نخليه حتى يدير دوك الفقاعات، عاد نقلب والنار تكون متوسطه. ناكد على النار تكون مجهداش باش ما تحرقش ليكم الشياره ديالكم. طريقه اللي سهله والنتيجه اللي تتكون اكثر من رائعه. صافي نبقى ندور مره مره حتى يطيب الشير كامل ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالو. هالفطائر او الشير بعد ما طاب تيجي شهوه منه، رطب خفيف من الداخل محمر من برا كما شفتوا معايا. مجهدتش عليه النار باش جا فيه لون موحد كما تتشوفوا شهوه منه. كنتمنى الاقتراح الوصفه ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. تلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.